تنضم إلي في الاستوديو السيدة تولين بدوي المدربة القيادية في ذا إكزيكتيف مونك. صباح الخير تولين، أهلا بك مجددا إلى البرنامج. بداية، هذه المهارات التي تحدثنا عنها في هذه المقدمة، إلى أي مدى من الممكن أن يكون قائد العمل أو القادة في الشركة يتمتعون بها بشكل فعلا يساعد الموظفين على خلق مساحة لهم أيضا للابتكار؟ يعني الابتكار لا يجب أن يكون فقط من المناصب العليا، أيضا من داخل المؤسسة. يعني لكي هون السؤال هون بيصير بين انه اللي احنا بنتطلبه من الليدرز على اللي بيقدروا يعملوه. هلا كثير من الليدرز بالذات وقت فتره الكورونا اضطروا انه يتعلموا اشياء جديده، انه هن كمان ينموا من طريقه تفكيرهم، من طريقه تعاملهم. وأكثر الأوقات شافوا إنه اللي التيم تبعهم عم بيقدر يتعامل مع التجديدات، مع الوضع الجديد بطريقة يمكن سلسة أكثر، فاضطروا إنه يعتمدوا عليهم. فهي بمعنى إنه كانت شغلة اضطرارية، بس شغلة كمان هني ساعدتهم إنه كمان ينموا مهاراتهم هني كليدرز. احنا واحدة من المشاكل اللي بنعانيها مع الليدرز بالذات هي where to next، يعني كيف الليدر بينمي حاله، يعني لما ما وصل لقمة الشركة شو بعد بده لازم يعمل حتى ينمي. فهوني بتصير يمكن مش يصير يفكر بالخطوة اللي بعدها، بس يصير يفكر انه كيف يعمق بنمط شغله بهاي المهارات اللي عم نطلبها منهم. طيب لنتكلم أكثر بالخطوات، يعني صح. عادة الحديث عن الأفكار الكبيرة أسهل، ولكن عندما نأتي إلى التطبيق ماذا يعني أو ماذا تعني هذه المهارات على أرض الواقع؟ يعني إذا أردنا أن نضع 5 نقاط على سبيل المثال، ما هي المهارات المطلوبة تقنيا؟ تمام. هلا عندك مثلا ناخذ اول مثل اخر خطوه قلتيها هي التكنولوجيا. اوكي، قبل كان الليدر يقول بعطي كل التكنولوجيا، انا ما بعرف، انا بعرف بشغلي والتكنولوجيا بخليها لاصحابها. هلا صار التكنولوجيا صار بارت من الليترسي تبعيت الليدر، انه يعرف كيف يتعامل مع التكنولوجيا لانها صارت بارت من الشغل نفسه. يعني اذا بدنا ناخذ كمان الخطوه اللي بعدها اللي هي مثل هي اللي كانوا يقولوا الهامبل هيرو، يعني فهو صح احنا بدنا اياهم ياخذوا خطوات قويه ويقدروا يساعدونا بانه بولد موز، اللي يعني هي الخطوات الجريئه الجريئه exactly. نعم. لكن لازم تكون عندهم قدره الاستماع للي حواليهم. قد ايه سهل تولين، الى اي مدى الامر سهل انه ان يبقى القائد لديه الجراه والقوة في اتخاذ القرارات والشجاعة، وفي نفس الوقت أن يبقى متواضعا وسلسا؟ يعني هناك مفارقة بين تلك الاتريبيوتس أو هذه الكواليفيكيشنز اللي ممكن يكون عنده إياها القائد. صحيح، هو لك هي مش صعبة عليهم يعملوها لأنه عم بيعملوها anyways. أوكي، اللي بصير وين؟ بصير إمتى الواحد بيستمع وإمتى الواحد بياخد القرار الجريء. اوكي، هي واجمالا هذا اللي احنا دائما بنتطلبه، انه وقت اللي احنا عم نعمل البرين ستورمينج، وقت اللي احنا عم نحاول نستوعب شو الوضع اللي عم بيكون، هون بيجي التيم مع الليدرز لحتى يعملوا البرين ستورمينج. فهون الليدر مطلوب منه يستمع. وقت اللي بيتخذ القرار هو الليدر لازم ياخده، لازم ساعتها يكون قراره جريء لحتى يقدر يوصل الأورجانيزيشن الشركي للخطوة اللي بعدها. ولكن هذا القرار الجريء إذا كان مخالفاً لما قاله الموظفون في فقرات البرين ستورمينج أو وضع الأفكار على الطاولة، هل ممكن فهم هذه القرارات من قبل القادة على أنها تحدي للموظف؟ يعني كيف ممكن أن إيصال الرسالة إلى الموظف أنه القائد لا يتحداه في تغيير أفكاره في هذا القرار الجريء ربما
مقارنة بما قدمه الموظف. صحيح، هو لكي ممكن التيم يفكر هذا التفكير، لكن كلها بتعتمد على كمان كيف الكوميونيكيشن ستايل تبعت الليدر. يعني كتير ليدرز بياخدوا قرارات جريئة وممكن ضد القرار اللي كانت يتحب، يعني اللي هي هل من المطلوب أن يبرر للموظف لماذا اتخذ هذا القرار؟ يعني خلينا نحكي، إذا أنا كنت قاعدة أنا ومديري ووضعنا على الطاولة بعض الأفكار وارتقى المدير أن يتخذ قراراً مخالفاً لهذه الأفكار، نعم، هل يجب أو هل من الأفضل أن يأتي هذا المدير ويقول لنور أنه نور أنا أخذت هذا القرار عكس ما أنت اقترحتي ولكن عندي هذه الأسباب 1 2 3، أم أن يعني يبقى أو يبقي هذه الأسباب لنفسه دون الضرورة للتبرير للموظف لنور في هذه الحالة؟ لكي إحنا دايماً بنقول لازم انه التبرير ضروري. ليش؟ لانه بيساعد على تنميه التيم، كمان على المنتورينج للتيم. يعني حتى اذا انت عندك حدا حابب انه تنميه اكثر، لما يعني بتساعده يفهم او بتساعدها تفهم ليش اخذت القرار العكسي، ليش، شو الاشياء اللي انت شفتها اللي هو التيم كان ما شافه، هذه بتنمي. يعني هاي بارت من الجود بوليتكس اللي بنعملها بالشركه، اللي بنشتغلها بالشركه. طولين بدوي، دائما الحديث متعه معك ومفيد. انت المدربه القياديه في ذا اكزيكتيف مونك، شكرا جزيلا على حضورك الى الاستوديو وعلى وجودك معنا هذا الصباح.